أيام قليلة بتفصل الولايات المتحدة عن تنصيب رئيسها الجديد جو بايدن. الأنظار في العادي بتتجه لواشنطن لمتابعة هذا الحدث اللي بيهم العالم كله مو بس أمريكا، لكن هذه المرة العيون على واشنطن أكثر وأكثر مع التوتر اللي بتشهده الأجواء هناك وأعمال العنف اللي شفناها في مبنى الكابيتل الأسبوع الماضي. ومع اقتراب موعد تنصيب بايدن، أعلنت متحدثة باسم فيسبوك ما حبت تكشف اسمها لأسباب أمنية، أعلنت أنه المنصة من وقت أحداث الكابيتل بتشهد زيادة في إشارات بتوحي باحتمال ارتكاب أعمال عنف، وقالت أنه هذه الإشارات اللي تعقبتها فيسبوك بتتضمن بروشورات بتدعو لأحداث، وبعضها بيشمل دعوات لحمل السلاح أو إشارات ميليشيات أو جماعات الكراهية. عموماً هذا الكلام عن احتجاجات أو أعمال عنف متوقعة ترى مو جديد، فمكتب التحقيقات الفيدرالي حذر من احتجاجات مسلحة مو بس في واشنطن بل في الولايات كلها، وتجهيزات أمنية غير مسبوقة بيتم اتخاذها لمنع هذا الشيء. في واشنطن تحديداً أعلن عن نشر أكثر من 15,000 عنصر من الحرس الوطني لتأمين حفل تنصيب بايدن. منصة Airbnb الشهيرة لحجز الغرف والمنازل وبالتزامن مع هذه المخاوف من اللي حيصير في واشنطن، أعلنت أنها لغت كل الحجوزات اللي عندها في واشنطن في أسبوع التنصيب، وقالت حنرجع لكل الناس فلوسها وحندفع كمان لأصحاب المنازل والغرف مقابل هذا الإلغاء. وهدفهم غير تجنب المشاكل، تجنب أنهم يكونوا كمان سبب في استضافة أشخاص من اللي بيخططوا لأعمال شغب أو عنف. وأعلنت كمان أنها حضرت من المنصة Airbnb، لازم دم نتكلم عنهم، حضروا من المنصة أشخاص متورطين أو على صلة بأعمال العنف اللي صارت الأسبوع الماضي بعد ما كشفت أسماءهم الجهات الأمنية وعملت عليهم بحث ولقت بعض منهم عندهم حسابات على المنصة. أما جوجل من ناحيتها واستعداداً لتنصيب بايدن والمخاوف الأمنية، أعلنت في رسالة للمعلنين إنها حتمنع الإعلانات السياسية المرتبطة بالانتخابات بكل أشكالها من اليوم الخميس وحتى أسبوع على الأقل، يعني بعد يوم من تنصيب بايدن. والمقصود بالإعلانات السياسية أي إشارة لنتيجة الانتخابات أو ترامب أو بايدن أو حفلة التنصيب أو إجراءات العزل اللي شغالة أو أعمال العنف أو غيره. وشددت جوجل على إنها حتكون يقظة للغاية بشأن تطبيق سياسة المحتوى الخطير والمهين اللي بتحظر أي إعلانات بتروج للكراهية أو بتحرض على العنف، وقالت كمان إنه هذا المنع حيشمل كل منصاتها بما فيها يوتيوب.